تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته للحضور والمشاركة في حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والذي سيقام خلال شهر يناير المقبل. وقد سلمت الرسالة لجلالة الملك المفدى سعادة السفيرة سهى إبراهيم رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة خلال استقبال جلالته لها في قصر الصقير هذا اليوم. وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس المصري على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا حفظه الله بما يربط مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية من أواصر تاريخية وعلاقات أخوية وثيقة ومتميزة، وما يشهده التعاون المشترك بينهما من نمو وتطور على كافة المستويات. كما أشاد جلالته بالدور الحضاري والتاريخي العريق لجمهورية مصر العربية الشقيقة ومساهماتها الرائدة في إثراء الحضارة الإنسانية عبر ترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مختلف الأديان والثقافات.